السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو جديد هنشوف مع بعض النهاردة هنعمل حمام المحشي بتكاته وتفاصيله بكل أسراره، مقرمش وجميل وذهبي ومن جوه ما أقولكيش طعمه تحفة تحفة تحفة. طيب دلوقتي كل التفاصيل اللي ممكن تيجي في بالك أو أنت ما تعرفهاش هنستعرضها. شايف الرز من جوه ازاي بالكبد والقوانص؟ جميل جدا جدا جدا. الاول هنجيب طاسة معانا فيها شوية زيت حلوين على شوية سمنة بلدي حلوين، حاجة طعمها حلو، ومعانا البصل الاحمر، يكون بصل احمر يا ست الكل مش بصل ابيض، خلي بالك يا بصلاية كبيرة يا بصلتين حسب يعني جوز الحمام ياخد معاك بصلاية كبيرة. البصل الاحمر طبعا بيبقى مسكر عن البصل الابيض، البصل الابيض ديكي مزازة كده طعمه مش كويس الصراحة في الاكل، يعني ما بستخدموش له في السلطات ولا غيرها، هو البصل الاحمر جميل قوي قوي قوي. دي كله على النار، معانا رشة ملح حلوة وفلفل اسمر، وقفنا النار على البصل بنشوحه تشويحة كده، هنشوف البصل يوصل معانا للون دهبي شوية كده ما بنحرقهوش، والتقليب على النار ويبقى شوية الزيت اللي معانا شوية حلوين. نزلنا بالكبد والقوانص بتاعه الحمام، وتقدر تجيبي كبد فراخ او كبد من عندك اي حاجه موجوده عندك وتروحي حطها عليه برده مش مشكله، وتديهم تشويحه جامده على نار حلوه كده، ما بنوطيش النار عشان الحاجه ما تجلتش منك. بسم الله ما شاء الله، ده شكله معانا اهوت. الحاجه يا دوبك لونها ذهبي كده والبصل لونه حلو، وخلي بالك ان السمنه والزيت اللي بعد البصل ده هنستخدمه. الحمام قبل ما نيجي نحشيه بقى بنكون مبطنينه بملح وفلفل وجوز الطيب، خلاص بنبطنه كده جوه في العظم وفي الرقبه، بتجيبي ملح على فلفل ناعم وجوز الطيب، ده بقى سر الحمام الجميل جدا. ولو هتنقعيه قبلها بيوم بتحطيه في عصير بصل، يعني تجيبي البصله الحمراء ديت وتروحي عصراها في الكبه ولا حاجه، وتاخدي الميه وحطها على الملح والفلفل وجوز الطيب وتسيبيها منقوعه فيها مثلا يوم او يومين في الثلاجه. شويه الرز بتاعنا لمكانه منقوعين وحطيناهم على الزيت، على زيت مكان البصل وايه والكبد والقوانص. فرده الحمام الواحده الفرده بتاخد قد بيضه كده رز، يعني جوز الحمام ياخد منك كبشه رز واحده، ايدك ديت الايد اليمين مثلا او الشمال الايد واحده تاخد بيها كبشه رز مش مليان، ده ايه جوز الحمام ياخد كده. بنشوحهم مكان الزيت اللي كان فيه البصل والقوانص والكبد، ياخد نفس الطعم ونفس الريحه ونفس اللون، يبقى جميل جدا. بتشوح على النار. طب واحده تيجي تقول لي انت بتحط عليه ميه ولا ما بتحطيش؟ انا بحب احط عليه شويه ميه مغليه بيديله طراوه كده وبيبقى جميل قوي. اتحمر اهو، بعد ما اتحمر معانا وادينا لون ذهبي جميل، طبعا تحمير الرز مكان الحاجه بتاعتنا بيبقى حلو، بيديك ان طعم حلو وجميل طبعا، مكان اللي هو الزيت والسمنه اللي بيبقى فيها البصل والكبد والقوانص. رجعنا بالكبد والقوانص بتاعتنا على النار، النار من قدم معانا ده كله، تقدري تشتري مثلا كبده من بره ولا حاجه وتزوديها. ومعانا البهارات بتاعتك بقى، قرفة على كزبره على جنزبيل على كمون على فلفل اسمر، السبع بهارات زي ما انت عايزه، توم باودر بصل باودر بابريكا شويه كده، اي بهارات موجوده عندك، ممكن تحطي مكعب مرق الدجاج معاه يدي طعم حلو قوي. هتقلبيه في النار كده برضو تقليبة حلوة، النار من قادة خلي بالك، وخلي بالك الرز احنا نازلين بمية مغلية، المية المغلية ديت هتخلي الرز يشرب المية فيديكي نص سوا كده اهو. طبعا احنا مظبطين الملح وحاجتنا في الرز، شوفي بقى تشربه اهو، احنا طفينا النار اصلا عليه، يعني حطينا المية المغلية غلي غلوة واحدة وسيبناه يتشرب. تتكي على الحباية كده، لا منها طيبة قوي ولا منها بتقرش معاكي، دي احلى طريقة للحمام صدقيني. هناخده بقى نسيبه بس يبرد سنة صغيرة، ونجيب الحمام بتاعنا
كم منقوع في مية بصل أحمر وملح وفلفل وغصة الطيب، وجبناه معانا جوزين بسم الله ما شاء الله. الجوزين دول يعني كف الإيد اللي احنا ماسكين بيه ده كده، وورقناه ورقناه يعني فصلنا بين الجلد واللحم. ليه بقى بنحشي رز من هنا؟ طب بتحشي رز من هنا بس بتيجي لمة الجوانح كده، مش بتحشي الرز وتخليه مقنبر في النص، لا بتزيح الرز لجمة الجوانح. البصل اللي معانا ده مدعوك في ملح وفلفل وجوزة الطيب، بندهن بيه جوف الحمامة من جوه، ده بيديك تذكرة جميلة جدا. والحمام بتاعنا بسم الله ما شاء الله، تشوف الصدر حجمه حلو ما شاء الله اها، ما بنكبسوش كبسه كبيره، احنا هنا الرز يعني يعتبر نص سوا لسه هيستوي ويتضاعف حجمه، فبتسيبي شويه مفرق كده عشان ما تفرقعش معاكي. اهو بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله جميل جدا، حشينا الصدر والرقبة من فوق ومن تحت. ممكن تقفليه بخلة وممكن تخيطيه، انا ما بحبش موضوع الخياط ده لان الشوربة بتوصل للرز من جوه تخلي طعمه حلو، او ممكن تحطي مثلا طماطمية او بطاطساية في جوف الحمامة من جوه وتقفلي رجلها من تحت. وطبعا ما بحبش موضوع الراس اللي بيسيبوها جوه في الرقبة ديت، تحسي يعني ان احنا زي اكل لحوم البشر كده، تحسي ان الحمامة بصلك وانت بتاكليه. المية بتاعتنا غليت، حطينا فيها مكعب مرق دجاج، ورق لورا، حبهان، فلفل اسمر، بصل، وبنسيبها على النار بتاخد معاكي من ساعة لربع ساعة. اعرف ازاي؟ طبعا خلي بالك من النقطة دي، الحمام ما بتوطش عليه النار، ليه؟ لانه ينشي وينهاري منك ويفتت منك. الحمام بيتعملي على نار عالية، هي نار وسط، ما بينهداش عليه النار ابدا. من ساعة لربع تبدأ تشوفيه، بتبدأ تشوفيه ان هو ايه استوى ولا، بنعرف انه استوى ازاي ولا لا؟ من ايه؟ من الجناح بتاعه، بتشد الجناح بتاعه معاكي كده تلاقيه انقطع، تعرف انه استوى. وتغطي عليه الحلة بتاعتك بقى، الجناح ده بتشديه من الجنب كده تلاقيه استوى. حطينا عليه اهو، بعد ساعة بتشد الجناح ده من الجنب بتلاقيه استوى، تعرفي بتلاقيه بينقطع معاكي وانت بتشد كده، ما بيشدش معاكي يبقى كده استوى. طبعا معلومة، ما تسيبيش الحمام بتاعك في المية المغلية، ما دام استوى تشيليه وما بيتوطش عليه، على نار حامية في زيت يكون الزيت نظيف، او ممكن تحطي معاها بصلة كمان، يطلع معانا بالجمال والطعامة دي. طبعا الزيت ده بيبقى زيت غزير، عشان كده بيبقى لونه موحد من جميع النواحي اهو. وطبعا ما بنحمرش الحمام بعد ما يطلع من المية على طول، انت بتطلعيه من الشوربة تفرديه في صينية شوية يشف الجلد، يشف معاك ينشف، لانك لو حطيتيه والجلد عليه مية هيلزق في الزيت ويتقطع منك ويبوظ منك وخسارة. بيطلع معاك بصي لونه تحفة بجد وجميل جدا جدا جدا. الحمام اللذيذ الشهي ما شاء الله جميل جدا، تقدري تعمليه. هي أكلة مرتبطة بمصر شوية، مش موجودة في بلاد كتيرة، بس تقدري تعمليها وسهلة وجميلة وبيبقى طعمها تحفة وجميل جدا. ألو ها، شوفي فتحناه من كده جوه طيب خالص وجمال خالص اهو، من ساعة لربع الساعة كده يبقى شكله جميل جدا وطعمه حلو زي ما انت شايف. نتمنى منكم اللي تعملي لنا لايك يا جميل، وتشتركي معانا في القناه، وتشير الفيديو يا عسل، واي تساؤل بخصوص الحمام تكتبه لنا في التعليقات تحت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.